بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عناوين. اليوم نسلط الضوء على أبرز ما نشرته الصحف المحلية والعربية والعالمية، ونقلب أكثر صفحاتها إثارة لنناقش واقع رياضتنا المحلية، ونبدأ بأبرز العناوين. لا جديد، حلقة جديدة من مسلسل إخفاق المراحل السنية. تغيير جذري في المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب الوطني حمد العزاني، ونصف لاعبي أهل سداب لا يتدربون. وعلى المستوى العربي في قطر، سهم خلفان العنابي يصيب الكنغر بمقتل. أما قضيتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام تتعلق بالإعلام والتحليل وكيفية تعاطيه مع المنتخب الوطني خلال 72 ساعة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونبدأ المشوار في عناوين. نبدأ جولتنا من صحيفة الزمن التي رأت في خروج منتخب الشباب خالي الوفاض من منافسات نهائيات آسيا لكرة القدم مجالا واسعا لفتح ملف إخفاقات المراحل السنية، فعنوانها تقول: لا جديد، مسلسل إخفاقات المراحل السنية في البطولات الآسيوية يتواصل. غمزت الصحيفة بين سطورها إلى الدور الحقيقي للخبير الفني الذي تعاقد معه اتحاد اللعبة من أجل تدعيم قاعدة المراحل السنية، وكان منتخبنا للشباب خسر يوم أمس أمام المنتخب القطري بهدفين نظيفين، يتجمد رصيده عند نقطة وحيدة بعد خسارتين وتعادل وحيد كان أمام المنتخب الكوري. وإلى جريدة عمان التي أبدت اهتماما كبيرا بفريق أهل سداب لكرة اليد الذي سيمثلنا في البطولة الآسيوية في الدوحة يوم 29 من نوفمبر، فعنوانها تقول: نصف لاعبي أهل سداب لا يتدربون. فقد كشف راشد السيابي كاتب سطور الخبر عن وجود خلاف بين بعض اللاعبين وأعضاء من مجلس إدارة النادي، وهنالك مساعي حثيثة لاحتواء الموقف كون نصف لاعبي الفريق لا يتدربون، وهذا ما يهدد خطة الإعداد. وأضافت الصحيفة خبر تعزيز صفوف الفريق بلاعبين من مملكة البحرين وآخر من تونس قبيل انطلاق البطولة. نبقى مشاهدينا الكرام مع صحيفة عمان التي كشفت خطة المدرب حمد العزاني في مصالحة جماهير الأحمر، فعنوانها تقول: تغيير جذري في الأولمبي. لتكشف في سطورها عن استدعاء 5 لاعبين جدد لصفوف المنتخب استعدادا للبطولة الخليجية في البحرين، ونترككم مع تفاصيل أكثر حول التغيير الجذري. أجرى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تغييرا في القائمة بعد أن استدعى 5 لاعبين دفعة واحدة استعدادا للمشاركة في بطولة منتخبات التعاون التي ستقام في العاصمة البحرينية المنامة في الفترة من 25 من ديسمبر إلى 7 من يناير القادمين. ويقيم المنتخب معسكرات داخلية حتى موعد البطولة يبدأها في الأول من نوفمبر ويستمر حتى 7 من الشهر نفسه، وبعد ذلك يقيم معسكرا آخر في الفترة من 9 إلى 18 من نوفمبر وسيلعب تجارب ودية. وتلقى موافقة مبدئية من المنتخب القطري، وستقام المباراة في 24 من الشهر نفسه على أن تقام في العاصمة القطرية الدوحة. وتمت مخاطبة منتخبات أوزباكستان، وكان المنتخب قد أقام معسكرا داخليا مغلقا في الفترة من 7 إلى 12 من أكتوبر الحالي في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. وفي محاولة لتعزيز القائمة الحالية، قرر المدرب حمد العزان استدعاء 5 لاعبين، وهم شبيب صالح من ظفار، ومنذر الصبحي من الشباب، وسعيد الغداني من بوشر، وسمير التوبي من فنجة، ونادر عوض من ظفار. واحتفظت بعض الأسماء بمكانها في القائمة. ويتطلع الجهاز الفني إلى تعويض الجماهير في بطولة منتخبات التعاون التي ستقام في البحرين بعد الإخفاق الذي تعرض له المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية التي احتضنتها
كوريا الجنوبية، حيث خسر من فلسطين بهدفين مقابل هدف، وتعرض لخسارة من طاكستان بهدف، وتعادل أمام سنغافورة بثلاثة أهداف لكل منهما. وتلقى المنتخب سيلا من الانتقادات بعد المستوى الهزيل الذي قدمه في دورة الألعاب الآسيوية، حيث لم يكن الأداء في مستوى الطموحات. نبقى مشاهدينا الكرام مع صحفنا المحلية، حيث فتح الكابتن محمد ربيع قلبه لصحيفة الشبيبة عفوا، فتحدث لملحقها الجماهير بألم حول مباراة اعتزاله التي لم تكتمل فصولها، وعرج في حديثه لينتقد استدعاء الكابتن هاني الضابط لصفوف المنتخب وإجلاسه على دكة البدلاء في مباراتي كوستاريكا والأوروغواي، ويرى أن هذا تصرف لا يليق بسمعة ومكانة الضابط الذي قدم الكثير للمنتخب الوطني. حتى الآن لا أستطيع الحكم على لاعبي المنتخب ولا أستطيع تقييمهم، فاللاعبون الحاليون هم أنفسهم الذين كانوا في البحرين، وبالتالي أرى أن على اللاعب أن يغير من أسلوبه ونظامه في التدريب، كما أتمنى أن لا يتم إلقاء اللوم على المدرب بعد الخسارة مثلا، ويجب أن يكون اللاعب شجاعا ويعترف في حالة الخسارة. ومن وجهة نظري أرى بأن الجهاز الفني والإداري يقدم كافة الظروف الجيدة للاعبين من خلال التهيئة النفسية، كما أن المدرب لوغوين أعتبره مدرب جيد، وسبق أن تدربت معه ولعبت مباريات مع الفريق بقيادته، وهو مدرب لديه بصمته. الأخطاء الدفاعية بأمانة غريبة وعجيبة، ونحن كلاعبين سابقين استغربنا أن تحدث هذه الأخطاء، كما أنني تفاجأت بمستوى علي الحبسي، وحسب ما سمعت من الشارع الرياضي أن الحبسي راجع من إصابة، والسؤال الذي يطرح نفسه أين بديل علي الحبسي؟ كان من المفروض أن يتحدث علي الحبسي للمدرب بأنه غير جاهز، وأن يعطي الفرصة للبديل لكي يحل مكانه. وعن الأخطاء الدفاعية أرى أن الاتكالية بين المدافعين أو المدافع والحارس هي السبب الكبير في تلقي الأهداف، وبالتالي أتمنى من اللاعبين أن يدركوا الأخطاء، وعليهم تشتيت الكرة مباشرة وعدم التلاعب في المنطقة المحرمة. منتخبنا يملك مدافعين جيدين، ولكن بعضهم لديه السلبيات التي تسببت في الأخطاء الدفاعية. جابر العويسي يملك وزنا زائد، ومحمد المسلمي لا يلعب إلا بالقدم اليسرى، وبالتالي فإن وجوده كقلب الدفاع صعب. وعبد السلام عامر لاعب جيد، ولكن لديه أسلوب الاتكالية في بعض الكرات، وأنا أقول بأن خط 18 يعتبر الإشارة الحمراء، فلا مجال للتلاعب. لا أقول بأن الحظوظ في بطولة كأس الخليج صعبة، ولكن أقول بأن الحظوظ موجودة لجميع المنتخبات، وطبيعة مباريات الخليج نلاحظ العجب من بعض المنتخبات التي تتوقع أن تظهر بصورة جيدة تجدها دون مستواها والعكس. هاني الضابط وجوده في المنتخب غريب وعجيب. قبل يومين كنت في اتصال مع فوز بشير وتحدثنا عن هذا الموضوع، وأنا ليس لدي تعليق على اختيار لوغوين لهاني الضابط الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، وهو لاعب قدير ومعروف، وكان ينبغي من هاني بأن يرد على لوغوين برد دبلوماسي، وهو أنا قدمت للكرة العمانية ما يكفي، فأعطوا الفرصة للجيل الحالي، وأشكركم على الثقة الكبيرة. ويستكمل ربيع حديثه قائلا للأسف الآن نجد هاني الضابط على المدرجات في مباراتي كوستاريكا والأوروغواي، هل تم استدعائه ليترك في ذلك المكان؟ ألم يكن من المفروض أن يتركه في دكة الاحتياط على أقل تقدير؟ ولا ندري ما السبب الذي ترك لوغوين يستدعيه ويتركه في المدرجات. ولكي نعطي كل ذي حق حقه، فإن هاني الضابط متألق بشكل لافت مع نادي ظفار، ويعتبر من أفضل اللاعبين، ولكن اللعب في الأندية مختلف كثيرا عن اللعب في المنتخبات.
للأسف لم نحصل على دعوات من الاتحاد العماني لكرة القدم. الجميع يتمنى أن يكون حاضرا في بطولة الخليج، ولكن نتمنى أن تكون هناك بادرة من مجلس إدارة الاتحاد في دعوة اللاعبين السابقين بالحضور إلى الرياض، كونه يعتبر تقديرا لهم على خدمتهم للمنتخب، وهي فرصة لبث الروح والحماس لدى اللاعبين الحاليين. حيث أنني أذكر في إحدى البطولات وجدت لاعبي المنتخب الإماراتي السابقين عدنان الطلياني، محمد علي وزهير بخيت مع لاعبي منتخب بلادهم، ونحن نتمنى أن يعطينا الاتحاد الدعوة للحضور مع المنتخب في بطولة كأس الخليج بالرياض. حكاية اعتزالي هذه ضع تحتها خطوطا حمراء. خدمنا المنتخب في العديد من السنوات وشاركنا في البطولات وقدمنا التضحيات، وبعد الاعتزال لم يسأل أحد عني أبدا من الاتحاد، ولم نحظى بمباراة اعتزال ولا حتى بسؤال، ولكن يكفي بأني كسبت محبة الجماهير الذين قدموا لي أحلى هدية بحبهم لي وسؤالهم عني وبكلماتهم الحلوة التي تعبر عن حبهم لرجل خدم الكرة العمانية، حيث جاءني التكريم من المحبين بداية من الشيخ لقمان توفيق في صلالة، وتكريم آخر في ولاية عبري، وتكريم آخر في حفل خاص أقيم للاعبين القدامى في الأشخرة، كما حصلت على تكريم من بعض المتابعين. أقول للاعبين: عليكم تقديم كل ما تمتلكون من مستوى من أجل تحقيق حلم الجماهير والمتابعين، وعليكم ألا تعطوا الوعود للجماهير لأنها لا ترحم أبدا، الجماهير لا تنسى أبدا، كما يجب أن تكون الروح العالية موجودة لدى جميع اللاعبين في البطولة والدخول بعزيمة تحقيق الانتصار، كما أتمنى الابتعاد عن الستايلات الغربية والتفكير في المنتخب والوطن فقط. إذن محمد ربيع يطرح مجموعة من النقاط الهامة في لقاء مع جريدة الشبيبة، ولعل أبرزها طبعا يعني رغبته في التواجد مع المنتخب الوطني في بطولة الخليج القادمة، وتصور أن أمر من النواحي النفسية ربما يضيف الشيء الكثير للاعبين، بالإضافة لحفل الاعتزال اللي بصراحة محمد ربيع واللاعبين اللي قدموا للكثير المنتخب الوطني يستحق وقفة ومباراة اعتزال. عموما نبدأ جولتنا مشاهدين الكرام من جولتنا العربية من المملكة العربية السعودية، حيث سخرت صحيفة المدينة من أداء منتخب بلادها عقب تعادله الودي مع لبنان، فعنونة تقول: أخضر تعبان تعادل مع أولمبي لبنان، لتشير إلى المستوى الهزيل الذي ظهر عليه الأخضر وكلفه الخروج متعادلا بهدف لهدف. هذا ورأت الصحيفة أن المنتخب لن يستطيع تلبية طموح الجماهير والمنافسة على لقب بطولة خليج 22 التي تستضيفها مدينة جدة إن بقي الحال الفني على ما هو عليه. الرؤية الإماراتية خرجت بعنوان: الأبيض يخسر أمام أوزبكستان برباعية نظيفة، وعلى عكس باقي الصحف لم تستغل الرؤية الفرصة لشن هجوم على الجهاز الفني أو اللاعبين، كما أشارت الصحيفة إلى ضعف الحضور الجماهيري ورفض المدرب الأوزبكي حضور المؤتمر الصحفي كونه لا يجيد اللغة الإنجليزية. هذا وكان المنتخب الإماراتي قد خاض اللقاء على أرضه استعدادا لبطولتي كأس الخليج والنهائيات الآسيوية. عدوى السلبيات تصيب الأحمر، بهذا العنوان خرجت صحيفة الوطن البحرينية التي أنذرت من الضعف الهجومي للفريق الذي فشل في التسجيل في لقاءين متتاليين، الأول كان أمام أوزبكستان في الإمارات والثاني على أرضها أمام العراق، وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو الثاني تحت قيادة المدير الفني العراقي عدنان حمد للأحمر البحريني. ومن جانبها في قطر احتفت الصحف القطرية على طريقتها بأول فوز للعنابي في تاريخه على المنتخب الأسترالي، فعنونت الوطن تقول: العنابي يصرع الكانغارو بسهم خلفان، وأشارت الصحيفة إلى نهاية التجارب الودية لمنتخب بلادها بنجاح باهر، حيث تغلب على منتخبي أوزبكستان ولبنان قبل أن يجهز على الكنغر الأسترالي. هذا الفوز طمأن الجماهير القطرية على قدرة منتخب بلادها في الذهاب بعيدا في البطولة الخليجية والنهائيات الآسيوية. وفي الجزائر خرجت الصحف الجزائرية اليوم متفائلة بتأهل منتخب بلادها إلى النهائيات الإفريقية، فعنونة الفجر تقول: الخضر على بعد 90 دقيقة من الكان،
وما دفع الصحيفة لتفاؤل المستوى الفني الكبير الذي ظهر عليه الخضر، فهم المنتخب الإفريقي الوحيد الذي حقق 3 انتصارات متتالية في التصفيات. أما السبب الثاني لكونه يستضيف ملاوي على أرضه ويكفيه التعادل ليكون أول المتأهلين للنهائيات إلى جوار المنتخب المغربي صاحب الضيافة. فاصل قصير مشاهدين الكرام، وبعد ذلك ننتقل لأبرز المقالات المحلية والعربية. محليا، جدد الزميل ناصر درويش في عموده اليومي في جريدة عمان مطالبته بالاستمرار على النهج ذاته بالنسبة للمنتخب الوطني لكرة القدم، فقد أشاد بالمستوى الذي ظهر عليه الأحمر رغم الخسارة أمام الأوروغواي، وذلك لفارق الخبرة والإمكانيات على حد وصفه. كما طالب ناصر درويش من الجهاز الفني سرعة معالجة نقاط الضعف. كشفت التجربتان الوديتان لمنتخبنا الوطني مع كوستاريكا والأوروغواي عن جوانب إيجابية كثيرة يجب الارتقاء بها، وفي الوقت نفسه معالجة السلبيات التي ظهرت في المباراتين، وهي طبيعية جدا من يعرف ظروف المنتخب الوطني ومراحل إعداده السابقة وكيف كانت الأمور تدار. من المهم جدا أن نستمر وألا نتوقف في هذه المرحلة، وأن نوفر كل السبل والإمكانيات والدعم المعنوي من الجميع لعناصر المنتخب الوطني في هذه المرحلة. وقبل أيام تفصلنا عن استحقاق خليجي ينتظره الجميع بفارغ الصبر. أعجبني مدرب الأوروغواي في تحليله للمباراة ومطالبته بعدم القسوة على لاعبي المنتخب، والفارق الكبير بين منتخبات القارة الآسيوية بوجه العموم ومنتخبات أمريكا الجنوبية وأوروبا. ويجب أن نتوقف مع هذه الجملة التي ذكرها، لأن منتخبنا الوطني لو لعب بالمستوى نفسه الذي عليه في الشوط الأول من مباراة الأوروغواي مع منتخب آسيوي، فإن النتيجة لن تصل كما وصلت إليه مع نهاية المباراة، فهناك فوارق يجب أن نضعها في الحسبان. وطالما أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني عرف مواطن القوة والضعف، فإنه مطالب بالتركيز على حل هذه الإشكالية وبأسرع وقت، مع عدم إغفال الارتقاء بالجوانب الإيجابية وتقويتها، لأن إغفالها قد يظهر لنا مشاكل أخرى نحن في غنى عنها. يحتاج المنتخب الوطني لأكثر من تجربة وتنوع في أساليب المدارس الكروية، وأدرك تماماً مهمة الحصول على منتخب عالمي في هذه الفترة لعدم وجود أيام للفيفا، لكن بالإمكان من خلال العلاقات والاتصالات إيجاد منتخبات تبحث هي الأخرى عن تجارب، خاصة المنتخبات الآسيوية التي ستشارك في كأس آسيا بأستراليا نهاية العام الحالي. علينا أن نعمل سوياً في هذه الفترة الحاسمة بالوقوف مع عناصر المنتخب الوطني، وهم مطالبون بالوقت نفسه في إظهار قدراتهم وإمكانياتهم والاستمرار في التدريب مع أنديتهم حتى يصلون إلى الجاهزية الكاملة. محليا أيضا، سالم ربيع فتح النار في عموده اللاعب رقم 12 على الخبير الفني في اتحاد كرة القدم، فعنون مقالته متسائلا هل يوجد لدينا خبير؟ ويبدو أن نتائج منتخبات الفئات العمرية أثارت سالم، فلم يبقي ولم يدر شيئا إلا وذكره قبل أن يختم مقالته بالإشادة بأفضل 3 أشواط خاضها لوغوين مع الأحمر منذ تولي قيادة المنتخب، بالإشارة إلى مباراة كوستاريكا والشوط الأول من لقاء الأوروغواي. ونترككم مع كلمات ربيع التي لاقت صدى واسعا هذا اليوم. تمخض الجبل فولد فأرا، مثال ينطبق بكل ما يحمله من معاني على واقع علاقة كرتنا المحلية في خبيرها الفني. فخبيرنا الذي يفترض أنه جاء ليخرج كرتنا المحلية من ظلمات التخلف الكروي إلى أنوار التقدم والرقي ومباهج عالم الاحتراف الفسيح، قرر فجأة إقفال مراكز تدريب البراعم التي يشرف عليها الاتحاد بعد 3 سنوات من العمل، وتقدم بتوصيته
هذه الوضاء لإدارة الاتحاد التي بدورها وجدت في توصية حجة كرتنا المحلية وحامل شعلة تطورها سداد الرأي وسلامة المنطق، فقامت بإغلاق هذه المدارس استجابة لعقله الراجح وفكره الوضاء الذي هداه إلى أن هذا الأمر ينبغي أن تطلع به الأندية وليس الاتحاد. هل قام خبيرنا قبل أن يتحفنا بدرته الفريدة بزيارة الأندية وتفقد أحوالها؟ وهل يعلم أن العديد من أنديتنا غير قادرة حتى على رعاية أنفسها، وأن الكثير منها يئن تحت وطأة ديونه ومتطلبات فرقه المحدودة للغاية؟ نحن لا نعلم هل يحاول الاتحاد وخبيره السخرية منا أم الاستخفاف بعقولنا؟ لماذا لا يكونون أكثر وضوحا معنا ويقولها بصراحة أنهم عاجزون عن إدارة هذه المدارس بدل هذا اللف والدوران والضحك على الذقون؟ فالتنصل من المسؤوليات التي تبرعتم بتحملها بهذه الطريقة الساذجة يجرح عقولنا يا اتحاد. نحن لا نعلم لماذا يصر اتحاد الكرة الذي يعاني الويل والثبور بسبب الأعباء المالية حسب المعطيات الحالية أن يدفع مبلغا سنويا يتجاوز 250,000 ريال عماني على شخص كل المؤشرات تقول أنه يمكن أن يكون خبيرا في كل شيء إلا في كرة القدم. أهي المكابرة أم سوء التقدير أم شيئا آخر لا تدركه عقولنا المتواضعة؟ الاتحاد العماني لكرة القدم مطالبا الآن قبل أي وقت مضى بضرورة مراجعة سياسته المالية، فلا يعقل أن يصرف راتب يقترب من 300,000 ريال في العام لشخص تكون محصلة عمله التطويرية المركز الأخير في 3 بطولات، ومنح راتب سنوي يصل ل60,000 ريال حسب المصادر لشخص لم يمض على تخرجه إلا عقد وبضع سنوات، وتارة يولى إدارة تقنية المعلومات أخرى المالية، وربما نصح غدا أو بعد غد لنجده مدربا. فكما يبدو فإن كل شيء في اتحادنا العزيز ممكنا. ألم يحضر من قبل موظفين إداريين في بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لينصبهم في وظائف تخصصية صممت على مقاسهم وبرواتب لم يحملوا بها يوما؟ ما زلت الآن عاجزا عن فهم الطريقة التي تفكر بها إدارة الاتحاد، وكيف ما زالت عاجزة عن التعامل مع الكثير من الأمور البديهية. ولكنني موقن أنه بقليل من الحكمة والكثير من التجرد من آنذاك أن الأمور يمكن أن تكون أفضل بكثير مما عليه الآن. كلمة أخيرة، المنتخب الوطني الأول قدم في آخر مبارتين وديتين 3 أشواط من أفضل ما رأيناه منذ تولي بوليغوين قيادة المنتخب، ورغم الاستياء من نتيجة مباراة الأورغواي إلى أن الأحمر بات مطمئنا مقارنة بما رأيناه خلال السنوات الماضية، ودورة الخليج ستكون الفيصل على صحة ما أقول من عدمه. يبدو أن مراكز إعداد الواعدين أصبحت نقطة خلاف، فكتب عصام علاء الدين في صحيفة الشرق الأوسط: الأندية السعودية لا تعرف صغارها، حيث بيّن الكاتب تجاهل الأندية لقطاع الناشئين. نتابع. حين يصل الإهمال القاعدة التي تغذي مستويات كرة القدم العليا فقل على الكبار السلام، أي لا تتوقع منهم خيرا. مع الأسف الشديد وصل الإهمال حدا جعل أنديتنا بوابة مفتوحة لوصاية بعض وكلاء اللاعبين وتغلغل الوساطات أو الواسطة التي يلجأ إليها الكثيرون من أجل أن يلعب صغارهم. بالطبع لابد أن يختلط الحابل بالنابل، يضيع الموهوب إن كان موجودا ويلعب من لا يصلح للعبة أصلا ولا يملك موهبة تؤهله للتسجيل في كشوفات النادي. حاول أحدهم كثيرا طرق كل الأبواب من أجل أن يشاهد مسؤول النادي ابنه الذي يبلغ من العمر 19 عاما، فلم تفلح محاولاته، مع أن أندية قطرية خطبت وده، لكن اللاعب لا يريد إلا النادي الذي يعشقه، والذين شاهدوه يشيدون كثيرا بمستواه. هذه الحالة لا دخل لها بالواسطة، لأن كل ما يريده الأب أن تعطى الفرصة لابنه للتجربة فقط، فإن لم يفلح فلا مكان له، ثم أن كرة القدم يفترض ألا تكون مكانا للمجاملة.
لاعب آخر ذهب إلى ناد آخر في المدينة، وصلته عدة عروض من أندية صغيرة وأشاد به عدد من سكان مدينته الصغيرة، ومع ذلك باءت محاولاته بالفشل مع ناده الكبير الذي يعشقه. كل همه أن يشاهده المسؤولون على الطبيعة وأن لا يبحث عن واسطة للعب. سبحان الله، الموهوبون يبحثون عن من يشاهدونهم فقط، لا يريدون إلا فرصة أن يحكم عليهم، ومن لا يملكون موهبة ولا هم يحزنون، يسرحون ويمرحون. من المفترض أن تلغى الواسطة نهائيا إن كانت بغرض إشراك من لا يستحق، أما من يبحث عن واسطة من أجل منحه فرصة لتقديم نفسه فتلك حكاية أخرى، وأقول لهؤلاء الغلابة أعانكم الله، هذا واقع معظم أنديتنا الكبيرة وعليكم انتظار الفرج. إدارات أنديتنا تكلف من لا يستحق بالإشراف إداريا وفنيا على الفئات السنية إلا فيما ندر، وأفضل مثال ما يؤديه في الشباب عملاق كرة القدم فؤاد أنور. والمحزن أن المتابعة في معظم الأندية تغيب نهائيا، فلا تقييم للمواهب ولا مراقبة لفساد بعض المدربين الذين يبحثون عن مصالحهم. لذلك لا يجب أن نستغرب عندما يتوقف الإنتاج السعودي وتتصارع الأندية على عدد محدود جدا من المبدعين. هل من المعقول أن يرفض المسؤولون حتى مجرد التكرم بمنح الفرصة للراغب في اللعب بأن يشاهد، خصوصا أن الأندية السعودية لم تعد تعترف بالكشافين كما كان يحدث في الماضي؟ هل هذا مسؤول مخلص يحب ناديه وكرة بلاده؟ هل هذا هو النجم الذي صال وجال وبعد اعتزاله لم يعد يهمه إلا مصلحته الشخصية؟ لا غرابة إذن حين يرفض أنصاف المواهب والمصنوعون ويندر وجود أسماء تلوي الأعناق كما كان يحدث في الماضي، عندما كانت أندية الأحياء تصدر عمالقة يطاردهم كشاف الأندية في الأزقة والحواري. ولا أبالغ إن قلت أن العدد المعدود من نجوم وفناني الفترة الحالية هم نجوم في الأحياء، ولا أريد أن أحرج أحدا بعينه، صناع القرار في الأندية السعودية هذه الأيام يكتفون بالفرجة. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى قضية اليوم اللي لا شك أنه راح يكون فيها إن شاء الله إثارة منتظرة مرتقبة، تعاطي الإعلام والمحللين مع المنتخب الوطني في الفترة ما بين لقائي كوستاريكا والأوروغواي. راح يكون إن شاء الله معنا ضيف لمناقشة هذه القضية بشيء من التفصيل. فاصل قصير ونبدأ مشوارنا مع القضية، فلا تذهبوا بعيدا. سيارتي هي جزء من حياتي وجزء من عائلتي. نحن نتدرب كل يوم في اليوم تقريبا 3 ساعات. بدأت ممارسة هذا الرياضة لما كان عمري 6 سنوات. أنا وأخوي علاقتنا جيدة إلى الحين، ونشارك نفس الأشياء ونفس الهوايات مرات. مرة واحدة يعني كانت بطولة المدارس، نحن جبنا المركز الأول. لازم أخصص وقت حق الدراسة ووقت حق رياضتي.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ووصلنا الآن إلى قضية اليوم. كثيرا ما تلام الجماهير على اندفاعها وتسرعها بالحكم بظواهر الأشياء، ولكن لها عذرها، فهي في النهاية لا تستطيع أن تحكم أو تقيم عمل الأجهزة الفنية، فهي تذهب للمتعة والمشاهدة فقط. ونجدها أحيانا وفي المباراة الواحدة تهتف للاعب وبعد دقائق تنتقده، ورغم هذا وذاك تبقى هي فاكهة الكرة واللاعب الأكثر تأثيرا في الملعب. نستطيع أن نجد أعذارا للجماهير، لكن لم نستطع تفسير تأويلات بعض المحللين والتناقضات التي غطت بعض الصفحات الرياضية خلال 72 ساعة ما بين لقاء كوستاريكا الذي خسره منتخبنا الوطني ب3-4 ولقاء الأوروغواي الذي خسرناه أيضا بثلاثية نظيفة. فبعد الأولى كان هنالك شبه إجماع على نجاح لوغوين وثناء على طريقة الأداء، وبعض الأسماء مدحت حتى عانقت النجوم في السماء. جاء لقاء الأوروغواي وبقي الإجماع ولكن على فشل لوغوين ونقد لطريقة الأداء في حين هوت باقي الأسماء. والغريب أن التغيرات جاءت من بعض المحللين، فلم يستطع المتابع التفريق بينهم وبين الجماهير، وإلا فكيف يختلف الحال بأقل من 72 ساعة وإن المنطق ولغة الأرقام؟ فهل يحلق بعض المحللين على أهواء الجماهير أم هم أصلا غير مؤهلين في تقييم الأداء ولا يملكون النظرة المستقبلية فيصطدمون بتصريحاتهم السابقة قبل أن يجدوا المبررات؟ وما تأثير التضارب في الآراء على جماهير الأحمر والأهم على نجوم منتخب الوطن قبيل انطلاق بطولتي الخليج ونهايات آسيا؟ الحديث أكثر حول ذلك نرحب بالإعلامي مع النداف. معنا اهلا وسهلا بك معنا. يا مرحبا بك. الحديث طبعا عن التناقض في اراء بعض المحللين وبعض المتابعين، يعني لاحظنا انه كان في اشاده كبيره بالمنتخب الوطني بعد لقاء كوستاريكا، وفي اقل او في قرابه 72 ساعه تغيرت الرؤيه تماما، سهام النقد وجهت للجهاز الفني وللاعبين، فهل يعني منطقيا هل ممكن ان تتغير الاراء في هذه الفتره؟ إذا بدنا نحكي يعني نبدأ بالحديث حول تغيير الآراء، بدنا نرجع شوي للخلف. معظم اللي عم يحللوا أو بالأحرى تتغير آراءهم من مباراة لمباراة يأخذوا الأمر من ناحية شخصية، يعني أمر لا تخلينا نلف وندور حوله، هذا الأمر أصبح واضح خلص في السنوات الأخيرة. كيف يعني من ناحية شخصية؟ يعني في لهم إشكالية يا مع المنتخب يا مع اتحاد كرة القدم، نسيانين إنه المنتخب لا يمثل جهة، يمثل الوطن بكامل. إذا هذه مشكلة. هي المشكلة. المشكلة الأساسية إنه أي واحد يمكن يستطيع يصير محلل، يا أخي التحليل يعني غير المعقول أنه يجيب أي شخص ويقول له تعال حلل المباراة محل المباراة. التحليل يجب أن يكون من قبل مدرب، يجب أن يكون أهم شيء المدرب يعرف ماذا في الكواليس، يجب أن يكون المدرب أو بالأحرى المحلل يجب أن يكون ملما بقدرات المنتخب ومشكلات المنتخب وأيضا قدرات ومشكلات المنتخب المنافس. من غير المعقول أن تكيل المديح والثناء والإطراء للمنتخب في مباراة كوستاريكا ثم تنقلب عليه 180 درجة، علما بأن هناك فارق شاسع بين المنتخب الأرجوياني والمنتخب الكوستاريكي. هذا التقلب يدل على أنه الأمور مشخصنة أو بالأحرى الأمور متجهة باتجاه لو أخذناها بحسن نية أكثر، هل نستطيع القول بأن البعض من المتابعين والمحللين تغلب عليهم العاطفة في هذه الأمور، يعني ينساق وخلنا نقول خلف آراء الجماهير؟ لا لا لا، بالعكس الجماهير هي اللي بتتأثر بالمحللين وللأسف، يعني لأنه مثل ما قلت لك الإعلام، المشكلة الإعلام سلاح خطير جدا، صحيح ما بتظهر آثاره مباشرة لكن بتتراكم وبالتالي بتصبح هناك إشكالية كبيرة. يعني خلينا ناخذ بس فقط العينة مباراتي كوستاريكا ومباراتي كوستاريكا والأوروغواي. بالمباراة الأولى يمكن اللي جعل الجماهير مبسوطة وسعيدة جدا بالمباراة الأولى الأداء الهجومي اللي افتقدناه، الفاعلية الهجومية بالفترة السابقة، علما أنا بدنا ناخذ على الجماهير اللي باعتقادي يجب أن يعني تأخذ رعاية واهتمام أكبر. بعض الجماهير ببداية الشوط الثاني وتسجل منتخب الكوستاريكي هدفين ثلاثة أهداف حمل حاله وانسحب من المباراة، يعني ما عاد في صبر يا أخي، المباراة 90 دقيقة. يمكن أنا بعتقد ندموا كل اللي طلعوا من المدرجات قبل نهاية المباراة بعد ذلك، وعندما شاهدوا المنتخب اللي واصل وقدم مباراة وكان بإمكانه على الأقل أو إدراك التعادل بسهولة من الكرات اللي أهدروها. بالمباراة الثانية ظنوا المحللين، خلينا نركز حاليا على المحللين، ظن المحللين انه المنتخب، طبعا احنا ما نريد نعمم، لا لا لا، ما عم نحكي عن البعض طبعا، انا ما بعمم، قلت لك البعض
ظنوا البعض منه أنه المنتخب مثل ما قدم بمباراة كوستاريكا بده يقدم أفضل. يا أخي نسياني أنه بثلاث مباريات عم يلعب مع منتخب عالمي. عالمي فعلا. يعني منتخب عالمي. منتخب بصم بقوة في نهايات كأس العالم. ويضم منتخب الأوروبي أبرز قلب هجوم في العالم حاليا. لا تخلينا يعني سواريز لا يمكن. لا يمكن تصنيفه إلا أفضل مهاجمي العالم. بالضبط. وبي يعني سواريز بالشوط الأول لم نشاهده. بسبب التركيز العالي والمنتخب محتفظ بلياقته البدنية وبقوته البدنية وبالتالي لم نشاهد المنتخب الأوروغواياني. المنطق وبالواقع خلينا نقول بالواقع نحن اتضحت الإمكانيات. المنتخب لا يستطيع مجاراة منتخبين عالميين بنفس الوتيرة خلال ثلاث أيام. واضح فارق الإمكانيات. واضح الفريق المنتخب الأوروغواياني بدأ يتحرك وبدأ يلعب أفضل. يعني فارق الإمكانيات تبين في الشوط الثاني أكثر. فرق شاسع يا أخي. ليش نحن دائما نخجل من هذا الأمر؟ بالعكس هذا الأمر طبيعي. لكن يجب أن نشيد أنه حتى المنتخب رغم من أنه خسر بهدفين ومتأخر بهدفين إلا كان يسعى ويحاول للتسجيل ولو بتسجيل هدف. لكن طبعا كما قلت فارق الإمكانيات والمخزون البدني على الرغم من أنه لاجوين حاول جاهدا أنه يسدد هذا الثغرة بالتغييرات الكثيرة. احنا ما نريد ندخل اكثر في امور تحليليه فنيه دقيقه، لكن هل للمعسكر السابق اللي لعب فيه المنتخب امام ايرلندا وكوسوفو تاثيرات على اراء بعض المتابعين بالرغم من ان المنتخب مثل ما ذكرنا قدم عطاءات جيده في لقاء كوستاريكا والاوروغواي؟ طب انا بس بدي اسال دائما المعسكر اي معسكر يوضع هدفه من قبل الجهاز الفني؟ اي معسكر يوضع يعني يوضع الهدف منه للجهاز الفني؟ عندما سالت الاجهزه الفنيه في معسكر فرنسا قال هو المعسكر الخارجي الافضل بالنسبه للمنتخب من الناحيه الفنيه، وضعوا في معسكر في مكان لا يوجد فيه الا سوى كره القدم، وبالتالي كان الهدف الاساسي من هذا المعسكر هو الاعداد البدني، وعلى اساس نجحوا بهذا الامر. ثم جاءت المشكله المباراتين التاليات، يمكن مباراه ايرلندا كانت مقبوله شوي، لكن المباراه مع كوسوفو كونها اول فوز لكوسوفو والاشكاليات اللي صارت، وطبعا اللي سواها هذول اللي حللوا واللي او الاعلام اللي كتب عن هذا الامر. رده الفعل بدت السلبيه اللي حول هذا الامر هي اللي انعكست سلبا على الجماهير اللي صارت تطلق اصوات وعيارات انه تغيير الاجهزه الفنيه وتغيير هذا الامر بده ينعكس طبعا سلبا على اداء المنتخب واداء اللاعبين. اضف لذلك لتاثير الاعلام كيف تسبب تسريب بعض الصور عن بعض اللاعبين والكلام واللغط اللي يصير حوله كمان، هذا ايضا اثار واللي زاد الطين بلة انه تناقله بوسائل اعلاميه. هل تعتقد ان هنالك من يتصيد هذه الهفوات وهذه الاخفاقات؟ يعني هل في ناس فعلا تنتظر اخفاق للمنتخب لان تبدا بالهجوم خاصه في هذه المرحله الحرجه؟ انا ما بشكك بحدا، لكن انا بحكي على الوقائع اللي صارت. يعني قد تكون هناك بعض الامور يا اخي بغض النظر سلبيه، ولكن لا يجب ان تكون او يتم اشهارها او تم تسليط الضوء عليها بهذه الطريقه، هذا امر واقع. اضف لذلك انت الان امام فتره حرجه لك للمنتخب. المنتخب في الفترات الماضيه لم يقدم المستوى. هناك اشكاليه، يعني خلينا نكون منطقيين. قبل شوي كل المنتخبات المراحل السنية لم تحقق الحد الأدنى من النتائج، حق الحد الأدنى من النتائج الإيجابية. هذا الأمر طبعا بيسبب تراكمات وبيسألوا حقه الإعلامي يسأل يا أخي طيب كل المعسكرات كل الإعدادات كل اللي صار هي وين راحت؟ شو سبب الفشل؟ يعني أنا كنت بتمنى مثلا يقوم الاتحاد كرة القدم يساوي مؤتمر صحفي مثلا حول منتخب الناشئين ويجيب المدرب يا أخي إشكاليتنا سبب كذا كذا وكذا. هون تستطيع أن تضع الجماهير بنيرة تضع بمكان واضح تعرف ماذا يحدث. أما طلع منتخب الناشئين ومنتخب الشباب والمنتخب الأولمبي لم نشاهد أي أو ما رح أسميه مثلا أي جهة وأجت قالت يا أخي الإشكالية كانت في السبب في الأسباب التالية كذا كذا وهذه الأمور نتمناها. طيب. بيجيك الإعلام بدل أو المحلل بدل ما يعالج الأمر بموضوعية أو يجد حلول أو يشرح الأخطاء بيجي لا المنتخب الاتحاد المنتخب الأشخاص أفلان. طيب. فهذا الأمر هو اللي بيسبب التراكم. في شغل بعين الاعتبار يا أخي التحليل كما قلت لك ليس كل من يقعد يقول لك هذا الفريق أفضل وهذا هو محلل. المحلل كما قلت يجب أن يكون مدربا على الأقل. طيب. أو طيب. فاهما طيب. ومتابع لكرة قدم ومتابع على الظروف. جميل راح نواصل الحديث معا، لكن الآن معنا اتصال مع الصحفي الرياضي بجريدة الشبيبة خليل التميمي. نعم مساء الخير خليل. مساء النور أستاذ أحمد.
كيف الحال؟ عساك طيب؟ الحمد لله، الله يسلمك ويعافيك. طبعا معانا اليوم مع النداف الصحفي الرياضي ايضا ضيف، ومستمرين في مناقشه قضيه اليوم تعاطي المحللين والاعلام بشكل عام مع اداء المنتخب في الفتره الماضيه. خليل، انت واحد من الناس اللي ما كانوا راضين من اداء المنتخب في لقاء كوستاريكا وايضا في لقاء الاوروغواي، من وجهه نظرك ما هي المعايير اللي ممكن من خلالها نقيم المنتخب التقييم الدقيق والصحيح؟ في البدايه ارحب بزميلي الاخ الاستاذ مع النداف. لست راضيا، انا راضي عن اداء المنتخب في مباراه كوستاريكا ومباراه الاوروغواي، ولكن كان في نقطه واحده وهي تعتبر هامه. كان على الاوروغواي ان يقوم بتجربه احد حارسي المرمى سليمان البريكي او مهند زعابي، وذلك لعده اسباب. اولا من اللقاء هذا ودي ولدت منه تجربه اكثر عدد من اللاعبين. كلام صحيح. ثانيا اعطاء الثقه لهؤلاء البدلاء. ثالثا يجب ان يكون البديل جاهز لاي ضرب معين ربما يصادفنا في كاس الخليج، ومن بينها ان علي الحبسي عايد من اصابه كما يعرف الجميع. والخوف ان تعود الاصابه مجددا، ونتمنى ان لا يحدث ذلك. ثانيا هناك مسار تشير بان علي الحبسي لن يتواجد في جميع مباريات كاس الخليج. انا ارى ان الخساره في المباراه الوديه لا تعني نهايه المشوار، فخسارتنا من كوستاريكا ومن الاورجواي لا تعني ان احنا سيئين. ربما تكون طبيعه نتيجه طبيعيه في ظل تجربه خطه معينه من المدرب او لاعبين معينين. او كذلك اللعب مع منتخبات قويه بحد ذاته استفاده قويه بغض النظر عن النتائج المتحققه. وهذا ما حدث في كاس الخليج في خليج ال 19 قبل بطوله الخليج، لعبنا مباراه رباعيه مع منتخبات قويه واكتسب لنا فيها الخبره والثقه والاحتكاك وعدم الخوف، وهذا اللي ساعد في الحصول على بطوله كاس الخليج. جميل خليل، وانت الان طرحت نقطة هامة، طبعا ابديت وجهة نظرك في يعني ضرورة ايجاد بديل لعلي الحبسي في حال انه احتمال يعني ما يكون حاضر طوال فترة البطولة بطولة الخليج، لكن في نفس الوقت اشدت بهذه التجارب الكبيرة وذكرت انه من المنطق ان لا ينتصر المنتخب على منتخبات بحجم وقيمة كوستاريكا والاوروغواي، خاصة انهم حضروا بغالبية نجومهم. لكن بالرغم من ذلك شاهدنا حقيقة موجة انتقاد لاذعة جدا طالت المنتخب اللاعبين والجهاز الفني بعد الخسارتين، يعني من وجهة نظرك الفترة هذه الفترة الحساسة الهامة وفي ظل المستوى الجيد اللي قدم المنتخب، كيف يجب أن يتعاطى الإعلام مع المنتخب في هذه الفترة؟ أليس من الضرورة أن نقف بجانب المنتخب ونسنده وندعمه؟ صحيح هنالك بعض الهفوات، بعض النقاط اللي يجب أن يقف عليها الجهاز الفني واللاعبين، لكن إجمالا نتصور أنه المنتخب يسير في مستوى فني متصاعد. نعم كابتن احمد، انا اتفق معك. تبقى قرابه 3 أسابيع وحاجه بسيطه بالضبط، وبالتالي على الجمهور وعلى الاعلام الوقوف وقفه واحده مع المنتخب، لانه الوقت المتبقي قريب لا يفيد فيه النقد ولا التغيير ابدا. لو نقدت من اليوم الى قرب بدايه طلاق الخليج او غيرت المدرب، هذا كله ما يفيد ابدا. علينا ان نقف جميعا خلف اللاعبين، نحفزهم، نشجعهم، واتركوا لجون يعمل ويكمل مشواره، لان التغيير في هذه المرحله انا من نظري يعتبر تصرف خاطئ ولن يفيد ابدا. كما اني طالب من الاتحاد دعوه اللاعبين القدامى في المنتخب السابقين امثال احمد حديد او بشير محمد ربيع يكونوا متواجدين في الرياض مع اللاعبين. كلام سليم. في المعسكر او في التدريبات يحضروا المباريات او في اللقاءات بينهم، لما اتوقع ان هذا يعطي حافز نفسي ومعنوي لللاعب. طيب جميل، اذا يعني خليل انت تتفق الان انه يجب علينا جميعا ان نقف صفا واحدا وندعم المنتخب في الفتره القادمه، ويمكن يعني تكون هنالك وقفه خلينا نقول تقييميه جاده بعد بطوله الخليج في حال ان المنتخب لا قدر الله لم يقدم الشكل المامول، لكن الان هي فتره للوقوف مع الاحمر. بالضبط اخي احمد، ما عندنا وقت بعد بطولة كأس الخليج نقيم المنتخب، نقيم المدرب، ونطلع بالسلبيات والايجابيات. اذا كان المدرب مؤهل انه يكمل مشواره مع المنتخب في بطولة اسيا، يمكن ان كان غير مؤهل فبالتالي نجد حلول اخرى. لكن اخي احمد في المرحلة القادمة هامة، عندنا 3 أسابيع، عندنا مباراة ودية مع المنتخب اليمني قبل البطولة، على لجوين معالجة العديد من الاشياء في هذه قبل هذه المباراة، عندنا 3 أسابيع يجب ان يعالج اللياقه البدنيه للاعبين التي هبطت في مباراه الجوي وبالاخص الشوط الثاني. عانينا كثير من ضعف اللياقه البدنيه. ثاني حاجه نحتاج الى علاج
والحاجة الثالثة نحتاج إلى تكتيك أفضل في القديمة وفي خط الوسط، ونحتاج إلى صانع العاب. وأنا أستغرب من لودوين يتحفظ دائما بالحسين الحضري، وأنا أعتبره هو أفضل صانع العاب معنا في المنتخب، فأتمنى أن يعطيه فرصة في المباراة القادمة. كلام سليم. مباراتنا مع مباراتنا مع اليمن الودية، أتمنى أن يقول لودوين المباراة بتشكيلة مباراة الافتتاح. ولا نقوم بعمل تبديلات كثيرة حتى يستقر اللاعبين، وأن نلعب بالأسماء، نلعب بالجاهزين وعدم اللعب بالأسماء. لاحظوا تعلق محمد الثيابي، عايد السعيدي، قاسم، سامي الحسني، وبالتالي هؤلاء يحتاجوا إلى مزيد من الثقة واللعب كأساسيين. طيب شكرا جزيلا خليل تميمي صحفي بجريدة الشبيبة، شكرا جزيلا لك. لا فوت أستاذ أحمد، شكرا لكم. إذا خليل يعني يتفق أن المرحلة الحالية مرحلة هامة، ويجب على الجميع أن يقف مع المنتخب. صحيح فيه ربما بعض السلبيات، لكن نتحدث عنها ممكن بشيء من التفصيل بعد بطولة الخليج. أنا موافق بالكلام، يمكن بكامل كلامه. حكى عن السلبيات والإيجابيات. آخر شيء اللي خصنا نحن بالفترة الماضية هو بالأحرى متجيش الإعلامي بالنسبة، الدعم الإعلامي والتحفيز الإعلامي بالنسبة للمنتخب. لا لا، الإعلام شريك يعني حقيقي يعني للنجاحات اللي ممكن يحققها جمهور رقم 12، اللاعب رقم 12. لا يمكن للإعلام لازم يكون رقم واحد على الأساس. لما للتأثير أضف لذلك الإعلام، يعني كل شيء أصبح مكشوف، يعني أي كلمة أو أي إشكالية تصير بأي المنتخب تتسرب مباشرة إلى وسائل الإعلام. وسائل الإعلام كيف تعالج هذه التسريبة بسلبياتها وإيجابياتها، يكون لها أصداء وردود الفعل التالية. يعني أنا بس خلينا نأخذ نحن دائما يعني نستفيد من الوقائع السابقة. بخليج 19 وقت أخذ المنتخب العماني البطولة، كانت هناك عمل جميل قبل البطولة، عمان نبض واحد، تجيش وتحفيز وتركيز على الدعم الإعلامي والجماهيري للمنتخب، وشفنا النتائج. ليش ما بتتم هذه الأمور أو هذه التجربة الرائدة بكل ما تعني كلمة رائدة قبل كل بطولة، يتم يعني يتم تجاوز السلبيات. يعني أنا بس هون بدنا نذكر ملاحظة إنه يا أخي المنتخب هناك كان سلبيات في مباراتي كوستاريكا والأورغواي، لا نغفل عنها، يجب التنويه لها، لكن ليس التشهير فيها والتقليل به وهز الثقة بالجهاز الفني وباللاعبين. بالعكس المنتخب أدى، لكن هناك أمور واضحة بالنواحي الدفاعية بمنطقة بمركز حراسة المرمى. هذه الأمور بالعكس يعني المنطق، وكل إعلامي يريد الفائدة للمنتخب يجب أن يذكر هذه الأمور، لكن لا يجب أن يعتبرها هي الأساس وينسى كل شيء إيجابي. هذه الأمور يجب أخذها بعين الاعتبار. كما قلت لك يعني حملة بسيطة بكل وسائل الإعلام، بوسائل الاتصال الاجتماعي حول دعم المنتخب، تشجيعه، نسيان الفترة الماضية، ومن ثم بعد ذلك أخي المحاسبة بعد نهاية البطولة، هذا أمر يطلبه الجميع، إعلاميين ومحللين ومدربين، يعني دائما يطلبوا يا أخي ليس المحاسبة اللي نعتبر كلمة غير، التقييم يا أخي. خلينا بعد كل بطولة نساوي تقييم ويكون يا أخي بمؤتمر صحفي. كلام سليم. يعني هاي اللي بنفتقدها دائما بأي منتخب أوروبي. يعني أنا لوغوين بدي شيد بشجاعته، لا لك أنا بتحمل المسؤولية لأن أنا دربت اللاعبين. لوغوين ما بتحمل المسؤولية، لوغوين أوكي بتحمل جزء من المسؤولية، لكن أخطاء الفردية هي للاعب. يعني لا يمكن لوغوين يقول له للاعب يا أخي تعال أحمي، حاول أحمي الكرة اللي توصل للحارس، هذا خطر. أضف لذلك يعني اللاعب اللي يخطئ يعني عادي، يعني أنا علي الحبسي اللاعب المحترف بكل ما تعني الكلمة، عندما أعلن بعد مباراة يا أخي نسياني إنه أنا صار لي زمان مال اللعبان وأنا أحس المباريات، يا أخي هذا الكلام هو اللي بيخلي الجماهير تهدى وتروح. مو لأنه حملوا على الحبس مسؤولية الأهداف الثلاثة، لا، وفي البعض بيقعد طيب. لا بس طيب. وبعض بيأس إنه والله أخي على الحبس مسؤول الأهداف الثلاثة، يا أخي على الحبس ما له علاقة بالأهداف الثلاثة، له علاقة بالأهداف الثلاثة كفريق، كمنتخب، كمجموعة. الفوز وكما الخسارة بتحمل المجموعة وليس بتحملها كشخص واحد. والأسوأ من ذلك عندما يقوم البعض، نرجع نركز على بعض بالإشارة والله إنه المنتخب لم يؤدي، خسارة مع الأوروغواي. يا أخي قارن، يا أخي قارن قارن أنت طيب. قبل شيء يعني خليك واقعي بكلامك بمناقشتك بتحليلك إذا كنت محلل، خلي الواقع هو اللي مسيطر على الأمر وليس العاطفة. كلام سليم، كلام سليم. طيب الآن معنا أيضا الكابتن محمد العلوي مدير منتخبنا الوطني لكرة القدم. كابتن محمد مساء الخير. مساء الخير كابتن محمد. مساء الخير أحمد. على الهواء ولا بعد؟ على الهواء. نعم على الهواء. كيف حالك؟ عساك طيب. حياك الله يسلمك. الحمد لله الله يسلمك.
مرحبا فيكم، مسي عليك بالخير وعلى الاستاذ معن وعلى الاخوان والاخوات المشاهدين. النور والسرور. كابتن محمد، حديثنا اليوم وقضيه اليوم في عناوين عن تعاطي الاعلام مع المنتخب الوطني في هذه الفتره، وايضا تباين الاراء، يعني بالرغم من ان المنتخب قدم عرض جيد امام كوستاريكا والاورغواي، لكن كان بعض يعني هنالك بعض الهجوم من بعض المحللين او المتابعين للمنتخب وللاعبين والجهاز الفني. انت الان كمدير المنتخب، ما الذي تنتظره من الاعلام في هذه الفتره على وجه الخصوص؟ اول شيء احنا حريصين، يعني مدركين تماما وحرص الجميع سواء الاعلام او حتى الجماهير والمسؤولين ايضا حرصهم على ان يظهر المنتخب دائما بصوره ترضي الجميع، وهذا ما نعمل عليه ويعمل عليه الاتحاد الان تحقيق الجاهزيه المثلى باذن الله للمنتخب قبل المشاركه في الرياض، واعتقد يعني ان الامور تسير في الطريق الصحيح من حيث تدرج المباريات وقوه المباريات ايضا، وراينا يعني المستوى بدا يعني يتحسن افضل شيئا فشيئا، وان كانت نتيجه مباراتنا الاخيره يعني امام اورغواي لم يرضى عنها البعض ولم نكن ايضا راضين عن معرفه نتيجه المباراه، لكن على العموم ندرك يعني ان اللاعبين لديهم ان شاء الله افضل ما يقدموه مما شاهد لديهم ان يقدموا افضل مما شاهدنا منهم خلال المباراه الماضيه، لذلك احنا الان من الاهميه ان يعني ان يقف الجميع صف واحد مع اللاعبين ومع الاتحاد لتحقيق البرنامج المعد، وايضا كابتن كابتن محمد عزيز ثقه اللاعبين في انفسهم، واعتقد ان هذا الامر يعني الاعلام العماني يدرك جيدا، وان كان في اختلاف في وجهات النظر يعني تحصيل في كره القدم الا يتجاوز ذلك في بعض اللحظات من البعض، ويمكن يكون خروج حتى عن المهنيه في بعض الامور، لكن ندرك ان الجميع حريص على ان يقدم المنتخب افضل ما لديه. طيب كابتن محمد، انت يعني كونك مسؤول عن الجهاز الاداري للمنتخب، كيف تتعاطى مع هذا النوع من 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 الاخبار، وكيف ايضا يتعاطى اللاعبين والجهاز الفني مع هذه الاخبار ومع هذا الهجوم الصح التعبير بين قوسين؟ انا والله بعد ما اسميه هجوم، اعذرني يعني، حتى وان كان في نقد شديد وربما يكون لادع في بعض الاحيان، ومثل ما قلت لك في بعض الكلمات ايضا فيها شيء من الاسفاف خارجه من عاطفه، يكون حتى اوفر شو من البعض، ولكن احنا ندرك ان هذه الامور هذا العمل اللي احنا قائمين فيه معرضين للانتقاد، مثل ما ايضا الله وفق المنتخب الكل يشيد بالفريق، اهم ما عندنا الان هو ان نركز على ان هذه الملاحظات يؤخذ منها ما هو مفيد جميل في عين الاعتبار. جميل. والشيء الاخر يعني نركز على عملنا وعلى ان اللاعبين يوصلوا لجاهزيتهم المثلى من الناحيه البدنيه والذهنيه والنفسيه باذن الله، ونترك الحديث والكلام والانتقاد لاهله وعلى اللاعبين ان يردوا اذا كان عندهم حد في الملعب. جميل. وباذن الله الكل راح بعد ذلك يعني يتصل لهم ويوقف معهم، واعتقد حتى في كل الحالات هم عيالنا ايا كانت ممارسه لإليه النتائج، نطالبهم بتقديم كل ما عندهم، وما شاهدنا في المباراه الاولى يثبت للجميع ان المنتخب واللعيبه عندهم اكثر. مع الايام القادمه ان شاء الله سيكون هناك ايضا مزيد من التركيز من الجميع ومن اللاعبين لتحقيق ما تصبو اليه الجماهير العمانيه. هذا اللي نتمناه، وكل التوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني ولكم كابتن محمد في الفتره القادمه. شكرا جزيلا لك. شكرا احمد اخوي، حياك الله. إذا كان معنا الكابتن محمد العلوي مدير المنتخب، حديث واقعي منطقي. كلام جميل وكلام منطقي وكلام بقول يا أخي، بس أنا بس هيك بدي ألمح شوي على مباراة الأورغواي. التحليل أنا بالاستوديو التحليلي يعني صدقا أنا بعض بغالبية التحليلات والاستوديوهات التحليل اللي بيقوا فيها ما بتفرج عليها، لأنه بشعر إنه في هناك تناقض، أو هناك كل مدرب يحكي أو كل محلل يحكي على ليلى كمان. أنا صراحة نقول البعض. لكن طبعا البعض
في الاستوديو التحليلي اللي كان بمباراة الأوروغواي أنا كنت سعيد جدا للمنطقية للكلام جميل سواء من محمد البلوشي أو من محمد إسماعيل. يعني بيجذبك بكل ما تعني الكلمة، الكلام اللي يقيل بيجذبك للتحليل، وهذا التحليل اللي بنطلبه نحن لن يكون لا يكون جارحا، لا يكون نقدا بمجرد الانتقاد، عكس كلام منطقي، كلام من خلال المشاهدات، كلام ردة الفعل من قبل الجماهير تكون مقبولة جدا. بالضبط. يعني أخي في أخطاء يعني إحنا ما بدنا نتخبى خلف إصبعنا كما يقال، هناك أخطاء وأخطاء واضحة ولا حدا ينكرها، لكن يجب أن يعني نفسح المجال، طالما هناك مجال للتصحيح يجب أن يكون هناك هذا المجال وارد، ويجب أن نفسح نحن هذا الكلام له. الإعلام كما قلت لك سلاح ذو حدين، بنفس الكلمة قد تستطيع أن تغير فيها مجرى فريق أو تغير مجرى أو تجاه حدث معين. يجب أن نكون منطقيين وهادين، أضف لذلك يعني يجب أن يكون عندنا بعد نظر أو بالأحرى وجهة نظر أنه قبل أي بطولة يجب أن ننسى السلبيات، يجب أن نركز على الإيجابيات. المنتخب العماني حاليا يضم مواهب ممتازة جدا، لوغوين مدرب كبير شئنا أم أبينا، بغض النظر عن السلبيات اللي وقع فيها المنتخب خلال المباريات، ممكن يخطئ في النهاية لكن هو مدرب ولديه من الجرأة. يعني شفنا المدربين السابقين يعني ما أحد كان يسترجي عنده الجرأة يغير بعض الأسماء، لوغوين أي لاعب لا يجب يبعده عن المنتخب. صحيح. هذا الأمر يجب الاستغلال. أضف لذلك الجمهور العماني جمهور فهمان بكرة القدم بسبب متابعته، بسبب بصائر الاتصال كمان، ثقتنا في الجمهور كبيرة تماما. فهذا الأمر يجب أن يكون الإعلام أيضا بنفس رافد من الروافد من أجل تحفيز المنتخب. طيب مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرة قضية اليوم. نشكر الزميل العزيز الصحفي الرياضي معنا نداف، ونلقاك إن شاء الله في مواعيد قادمة. فاصل قصير مشاهدينا، وبعد ذلك ننتقل للأخبار الموجودة في المواقع الإلكترونية العالمية، فلا تذهبوا بعيدا. نجم برشلونة السابق سيدو كيتا فتح قلبه لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي نشر له مقابلة خاصة بعنوان كيتا يملك الدافع. وقال النجم المالي ابن 34 ربيعا أن انتقاله لروما جاء ليضيف لمسيرته الكروية شيئا جديدا، وهو راض عن أداء روما في دوري الأبطال ونجاحه في سحب البساط من تحت أقدام بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. هذا وامتدح موقع ريال مدريد نجمه المدلل كريستيانو رونالدو، فكتب يقول: رونالدو يمنح الفوز للبرتغال على الدنمارك، حيث سجل الدون هدف فوز بلاده في الوقت بدل الضائع، والنتيجة كانت تشير إلى التعادل السلبي. وقال الموقع الملكي: منح اللاعب المدريدي الذي كان نشطا جدا في اللقاء النقاط الثلاث للمنتخب البرتغالي. وإلى البرازيل، حيث أغدق موقع الاتحاد البرازيلي بالمدح على نجمهم المدلل نيمار بعد أن سجل رباعية أعادت للسامبا مكانتها، وكتبت: أصبح نيمار خامس هداف تاريخي للمنتخب بالرباعية التي سجلها في مواجهة اليابان الودية بسنغافورة، وتخطى نيمار صاحب 22 عاما بيبيتو، حيث أصبح لديه 40 هدفا مع المنتخب في 58 مباراة، بما أن لدى الأخير 39 هدفا. بهذا الخبر مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عناوين في هذا المساء، نأمل إن شاء الله أن نلقاكم في حلقات قادمة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، وإلى اللقاء.